عن أي ذكرى يتحدث هؤلاء إن كانت لهم ذرة من عقل أو مسحة من علم. فيوم 12 من ربيع الأول هو يوم وفاته بإجماع المؤرخين. أما تاريخ ميلاده فاختلف فيه العلماء، منهم من يقول الثالث، ومنهم من يقول الثامن، ومنهم يقول التاسع، ومنهم من يقول الثالث عشر والرابع عشر، ومنهم من يقول الثاني عشر. لكن بلا خلاف يوم وفاته هو يوم 12 في السنة من خلال ساعة الاحتفال بذكراه أو بمولده، فهذا من البدع التي ما أنزل الله بها من سلطان. ويقولون إن الترك لا يفيد التحريم، كون النبي صلى الله عليه وسلم لم يحتفل بنفسه ولم يحتفل به أصحابه ولم يحيي هذه الذكرى ولا القرون المفضلة الثلاثة الأولى، هذا لا يدل على التحريم. نقول إن الله سبحانه وتعالى جعل لهذه الأمة عيدين، الفطر والأضحى، وهذه مسائل من الدين، والدين توقيفي، فلا ينبغي أن نجتهد هكذا من عندياتنا. محبة النبي صلى الله عليه وسلم تكون بطاعته وباتباعه. أوصى النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة فنفذوا وصاياه، هل وصاهم بالاحتفال به؟ هل وصاهم عليه الصلاة والسلام بالغلو فيه عليه الصلاة والسلام كما فعلت النصارى مع الأنبياء؟ أبدا. هذه الأمة أمة الوسط بين اليهود والنصارى. النصارى غلوا في الأنبياء فعبدوهم، اليهود استخفوا بالأنبياء فقتلوهم. أما أمة النبي صلى الله عليه وسلم فتنزل الأنبياء منازلهم، والنبي صلى الله عليه وسلم له مكانته ومنزلته العظيمة جدا. أنا سيد ولد آدم ولا فخر، أنا صاحب لواء الحمد يوم القيامة ولا فخر، أنا أول من تنشق عليه القبر في رواية صحيحة ولا فخر، أنا أول من تنشق عليه الأرض ولا فخر، أنا أول شافع وأول مشفع. إذن ما فائدة أن أذكر أنا يعني في أمداحي وفي قصائدي وفي السماع يعني وأتمايل ولدته يعني آمنة وأرضعته حليمة وثويبة، وأن أبا لهب يعني إن صحت الرواية وهي مرسلة يخفف عنه العذاب لأنه فرح بمقدم النبي صلى الله عليه وسلم فأعتق ثويبة، والحديث فيه كلام عند أهل العلم وهو مرسل، وهذه من الأمور معروفة عند طلبة العلم. فلهذا لا ينبغي الإنسان أن يبحث وأن يروي عن النصوص من أجل شيء لم يفعله المتقدمون من هذه الأمة. كان ذكر الإمام الشاطبي رحمه الله في كتابه الاعتصام أن الإمام مالك رحمه الله كثيرا ما كان يقول: وخير الأمور ما كان سنة، وشر الأمور المحدثات البدع. فلو كان خيرا أيها الإخوة لفعله الصحابة مع وجود المقتضي وعدم المانع كما يقول أهل العلم. هل الصحابة لا يعرفون منزلة النبي صلى الله عليه وسلم وقدره؟ هل النبي صلى الله عليه وسلم قصر في بيان يعني فضل يوم ميلاده؟ وأنتم تعلمون حديث النبي صلى الله عليه وسلم الصحيح: ما من نبي بعثه الله إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم، أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم، وأن ينذر أمته شر ما يعلمه لهم. هذا من تمام نصحه وشفقته عليه الصلاة والسلام كما هو دأب إخوانه الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وبعد ذلك يأتي من يتهم أهل الحديث وأهل السنة والجماعة بالجفاء. يقول عمرو بن العاص: والله ما كان أحد أحب إلي من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا أجل في قلبي من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإني لا أطيق النظر إليه إجلالا له، ولو أمرت أن أصفه لما استطعت. كانوا يحترمون النبي صلى الله عليه وسلم ويوقرونه، واليوم يرفعون الأصوات داخل المساجد ويرقصون داخل المساجد. دعني ممن يقول نحن فقط نذكر بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم وبشمائله. سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ينبغي أن تكون حاضرة أمامنا دائما لقول الله تبارك وتعالى، وهذا في سورة وهذا يوم الأحزاب: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. ماشي فقط في يوم أو في شهر، دائما. وهب أن هؤلاء فقط يذكرون شمائله كذا، لكن ما شأن أولئك الذين يرقصون في المساجد؟ يذكرون الله بالرقص، ويذكرون الله والطبول داخل المسجد، ويذكرون الله عز وجل بأصوات مرتفعة وبأذكار لم تكن واردة إطلاقا. ومن علامات الساعة رفع الأصوات داخل المسجد ولو بذكر الله تبارك وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فوجد الصحابة يقرؤون القرآن، ويرفع بعضهم يعني صوته على بعض، فقال عليه الصلاة والسلام: كلكم يناجي ربه،
لا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن يحرك به شفتيه حتى لا يشوش على إخوانه. لما نزل قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض.